وبرحب فيكم مشاهدينا من جديد من خلال برنامج خبرياتنا بلا حدود. تستمر المنافسة مشاهدينا، فكل مشترك من 10 مواهب من بلدان عربية مختلفة صار على مفترق طرق، الخسارة أو المغادرة أو الفوز بفرصة خوض تحديات جديدة كمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والاستمرار بالمنافسة على لقب النجم. زاهد، شو؟ مبروك الصدارة. الله يبارك فيك. خبرنا شوي، شو كان الإحساس؟ كيف كانت المعنويات؟ والله إحساس رائع جداً صراحة، أتمنى يتكرر ده الأسبوع. أنا سعيد جداً إني غلبت عبد الرحمن، نزلته في منطقة الخطر، وعقبال ماريلين. شو يا عبد الرحمن؟ From hero to zero هالجمعة. حبيت ورجيهم إني متمكن، أمسك من فوق وأمسك من تحت. هلا أمسكهم عشان من فوق ومن تحت. أيوة. يعني الأسبوع الجاي شو بالنص؟ بالنص. هيك نتمسك يعني، نورجيهم إنه نحنا متمكنين من الساحة. من كل اللقطات. بالضبط. الصدمات اللي بيتلقوها مشتركين نجوم بلا حدود في موسمه الثاني ما بتنتهي، والصدمة هالمرة كانت عند إعلان سيلين عن موضوع التحدي وهو التدوير. طبعاً كانوا بيفكروا إنه عن عيد الأم، بس ما زبطت معكم هالمرة، وكان رد فعل المشتركين كتير غريب. التحدي تبع هذا الأسبوع هو يا رب ما يكون عن عيد الأم، يا رب ما يكون عن عيد الأم. أنا طبعاً بحب أمي كتير، بس الموضوع بالنسبة إلي فتت بالحيط يعني إذا عن عيد الأم. عيد الأم. لقد وقعنا في الوخ. لقد وقعنا في الفخ. وقعنا في الحش. لا. لقد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. إيه؟ لقد وقعنا في الفخ. شكراً شكراً كثير. شرفت بمعرفتكم. أنا راجع على ألمانيا. لا. أنا من قبل تكفي قعدت أسقف. إنه قلت واو، شيء بدي إياه يعني. كل واحد فينا وشه قلب من 100 لون، لأن إحنا كنا كلنا مش عايزين التحدي عن عيد الأم. صراحة أنا فجعت، لأنه ما في شيء باختصاصي ممكن أتكلم عنه يعني عن عيد الأم. ما يعني ما بدي، لأنه حسيت إنه أنا ما حكون عم بتحدى نفسي، حيكون شيء أوريدي شايفينه من قبل. أنا انخلعت، ما عندي حتى فكرة نقدر نديرها على عيد الأم. الله خلص. ما راح اعرف اسوي شيء، راح اسوي ريفيو، اجيب امي تسوي ريفيو، ايش راح اسوي؟ هلا بعد الصدمه اخذوا الموضوع بجديه وبلشوا يدوروا على افكار ملهمه وجديده لحتى يتطوروا ويبهروا الجمهور ولجنه التحكيم. اكيد موضوع هذا الاسبوع قعدت على اعصابي اكثر. قول التحدي، ابوس ايديكي ابوس ايديكي ابوس ايديكي. اعاده التدوير او ريسايكلينج. أنا الابتسامة اللي راح اللي جتي راحت رأساً هيكي، فقلت الله خلص لو راجعين على عيد الأم أحسن. ريسايكلينج شيء جداً في اختصاصي وسهل جداً إني أعمل فيديو عليه. بحسه حيكون سهل لإلي، بس طريقة تقديمه لازم تكون مهضومة ما بتزهق. أشوفك على خير وسلامة. بما إنه الخطأ بهالمرحلة بطل مسموح مع تضاعف التحديات وانحسار المنافسة بين الأقوى والأضعف، صار احتمال الوقوف بمنطقة الخطر مفتوح للجميع. ريسايكلينج صدمة. قلت خلص رح ودع أصحابي، رح أفلم البرنامج، شو بدي أعمل موضوع كفلوجر؟ حيوحشوني أكيد المرة هذه. وكلنا منعرف مشاهدينا، للوصول إلى النجومية لازم نكون مبدعين ومميزين. بدنا نشوف فيديوز جديد، بدنا نشوف طريقة جديدة لمعالجة الموضوع، والموضوع فيكن تعالجوه بطريقة كتير حلوة وبطريقة كتير كرياتيف. ما بدي حدا يستسلم هذا الأسبوع، واضح؟ واضح واضح. كثير مهم بالنسبة لألهم وبالنسبة لألنا نحن أنه يفهموا شو هو التحدي ويعملوه بطريقة المضبوط، من الريسيرش ليطلعوا بالفكرة ليطوروا الفكرة ليصوروا الفكرة وليمنجوها، لأنه بالنهاية مش حيلا حدا بيستاهل أو هو قدير أنه يكون إنفلونسر بهالوقت. بيستاهل بيستاهل بيستاهل. مشاهدينا منروح بريك وراجعين.
بالبرايم السادس بحس انه كارلو لجنة التحكيم اول مرة بيتعرفوا على المشتركين. شو اسمها؟ اسمها ايه؟ شو اسمها؟ جنان او جنان؟ جنان. اه جنان، اوكي. ليش انا بقول لك جنان؟ نفس الشيء. اوكي. عشان فيديوهاتها جنان. جنان هلا. شو اسمها؟ اسمها ايه؟ اسم الله اطول مني حتى بالكعب، قد ايه طولك؟ مترو 98. اسم الله. شو هيدا؟ شو اسمها؟ اسمها ايه؟ قد ايه طولك؟ مترو 98. اسم الله، مش قليل. شو اسمها؟ اسمها ايه؟ يا عمي انا انصدمت، معقول يا نور الدين؟ انت هالقد كنت طويل من اول ما دخلت البرنامج ولا شو؟ كارلا خليني اعرفك على نور الدين بهذا الفيديو. شباب مو قلنا كل شيء ترجعوا لمكانه، منو عارف العمود هذا هنا؟ معود شبيك؟ اه شنو؟ وين نور؟ نور؟ وين؟ نور الدين ياضر شنو هذا؟ حبيبي هذا بيك، هذا بيك شنو هذا؟ شو يسوي؟ بالافلام؟ وبالافلام؟ مخرج؟ حبيبي شلونك شلونك؟ لا 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 مو ممثل، الله اموت على افلامك انا، افلامك تعرف شنو؟ انت وين شايف الافلام انت؟ لا لا شبيك هذا يسوي مراجعة؟ عندي اخوي الصغير محتاج مدرس خصوصي، فممكن بس تسوي له يعني. اخي لا تعال شوف هالمك يمشي خزينة خزينة. تفضل اخوي تفضل. أقدم لكم نور. نور الدين معود. يلا مرحبا حبيبي، يلا مرحبا، مشينا يا نونو حبيبي، مرحبا نونو يا حبيبي. وجوجة دارو شوية بال. هلا شباب شلونكم؟ هاي نور الدين من فيلم ستيشن، وبرنامجنا هذا راح تعرفون تسوى أشوف هذا الفيلم بالسينما أدفع عليه فلوس، لو أتفرجه بالنت بلاش، لو أصلا ما أشوفه. وبعدنا مكملين مع كارلا. كارلا باركت ليارا على أغنيتها الجديدة، ويارا تفاجأت كتير، ما كانت متحضرة وما توقعت أبداً أبداً أبداً. بس قبل اسمحوا لي أقول ألف مبروك ليارا على أغنيتك الخليجية الجديدة. مرسي. مبروك. بدي أقول لكل الفانز أكيد ولكل اللي عم بيشوفونا أن الأسبوع الجاي رح أقدمها على المسرح لأول مرة على مسرح نجوم بلا حدود. فانطرونا. شو هالمفاجأة الحلوة. هاي شغلة حلوة. انطرونا هي الجديدة. مرسي. هي الجديدة. مرسي. هي الجديدة. مرسي. جنان المشتركة عن فئة الشعر إحساسها قريب كتير من فنانة عالمية. خلينا نتابع. شو رأيك يارا؟ ملاحظتي أكيد كانت بمحلها ولا شو رأيك؟ شخصيتها هي وهالحماس اللي عندها أقوى من العمل اللي هي بتقدمه، فبحس أنه لازم تقدم بعد أحسن. حلو الفيديو. وكمان هالمرة حبيت أسأل وائل شو رأيك بإطلالتي اليوم؟ دي النهاردة بصراحة شايف أنك أقرب من أي مرة شفتك فيها. شكراً كتير يا وائل على رأيك ودعمك المستمر والدائم لإلي. بس حبيت أسألك شو رأيك بجماليات البرنامج؟ طبعاً الكونتنت بتاعها من أفضل المحتوى اللي موجود في البرنامج، بس يمكن الجماليات أنت بتتميزي في الجماليات جداً، ناتشرال جداً، وشلتي كل الفلترز اللي كنت حطاها، وعندك البيوتي شوتس بتاعتك حلوة جداً. أكيد وائل، نحن بتطور مستمر وهذا عمل جماعي مع فريق البرنامج. كلامك وتعليقك كان كتير حلو، شكراً لإلك. أكيد. وكمان حبيت أسألك يا وائل عن برنامجي والمحتوى اللي عم بقدمه. أنا شايف إن أنت من أكثر الناس اللي بتتطوروا. الدنيا برد ولا إيه؟ الناس اللي بتتطور، مش عارف أقول الكلمة. الدنيا برد ولا إيه؟ شكراً كتير يا وائل على دعمك المستمر، وأنا دايماً بانتظار تعليقاتك. برافو برافو برافو. مشاهدينا منروح فاصل ومنتابع سوا التعليقات.
مشاهدينا وصلنا لفقرات التعليقات، وأول تعليق من ياسر، وياسر بيقول الشاعرة أو الرياضي الأسبوع الجاي. مع السلامة. شو هالتفاؤل يا ياسر؟ على فكرة أي مشترك بده يطلع من برنامج نجوم بلا حدود أكيد بيطلع بخبرة كتير حلوة. وعنا نبيلة بتقول مبروك نور، نتمنى لك التوفيق. شكرا كتير يا نبيلة على دعمك للمشتركين ولنور بالذات. رامز بقول من أشد المعجبين بتلفزيون الآن وبيارة وفاية. يا حرام يا وائل، شو إنك دايما مظلوم. أنا كمان من أشد المعجبين بتلفزيون الآن لأنه دايما بيدعم المواهب الجديدة وبيعطي فرص للإبداع وين ما كان. وكمان أكيد أنا من أشد المعجبين بيارة وفاية وائل. وعنا سيلي بتقول مبروك لنور وبالتوفيق لسارة وراكم شرفانة بنت بلادي، ويا رب يحميكي من كل شر. شكراً كتير إلك يا سيلي. وعنا جوجو بتقول راشد فنان مبدع، بس يا ليت ما يرسم أرواح ويحط خط على الرقبة. رائع حرفياً، أنا سعودية وجداً فخورة فيك جوجو. كلنا منتفق معاكي إنه راشد إنسان مبدع. وتحية كبير كتير مني لأهل السعودية من الشمال للجنوب. وتعليق محمود بيقول لجنة تحكيم رائعة جداً ومن أشد المعجبين بالفنانة يارا. كلنا من أشد المعجبين بالفنانة يارا وتحية كتير كبيرة لإلها. داليا محمد بتقول ممكن الاشتراك بالبرنامج لو سمحتوا. داليا ما بعرف شو بدي أحكي لك، بس بعد 7 أسابيع إن شاء الله بتكوني معانا السيزن الجاي. وعنا روز بتقول إنه ما فهمت البرنامج. روز رح أجاوبك مثل ما جاوبت ماما وبقولك برنامج نجوم بلا حدود برنامج يدعم مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي في كل المجالات، بيدربوهم لحتى يطوروا بأدائهم من خلال الصفوف والأساتذة وخبراتهم أكيد. وبعد هيك عندهم تحدي وموضوع لكل أسبوع بيتمثل بفيديو لا يقل ولا يزيد عن دقيقة واحدة، وهذا الفيديو بينعرض في الحلقات المباشرة كل يوم جمعة مع أحلى لجنة حكم. مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا لليوم، استنوني بكرة بنفس التوقيت مع خبريات وطرائف ومواقف جديدة. كنت معكم لوريس حوراني، تصبحوا على ألف خير.